شحال ديال تطوين تقصير. مرحبا خويا نزار ديال معنا هذا الصباح اللي تخرجوا تصبحوا عليه صباح بخير صحه لاباس كل شباب الله. مرحبا خويا جلس جلس مرحبا فيما بغيتي اخويا معنا هذا الصباح اغنيه ويا هادي شافوني مسلم ما كانش خير تطوين تقصير قالوا المعلم شكرا تكون بريسيس هاد الليله شنو صبر وانت يا كيف الصباح الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا خويا مرحبا بيك يا الله يبارك فيك. مرحبا خويا نزار يدير صفقه لهذا الصباح اللي تخرجوا شكرا. بو انت نزار نتعرفوا لك هذا الصباح حنا بغيناك تجي عندنا بوسو اغنيه بو عجبتنا زوينه الاغنيه هذه سمعناها شافوني مسلم ما كانش كلام بغيت نعرفوا لك قالوا المعلم وحاجه خصكم تصفقوا عليه حيت نقول لكم انا نقول لكم صراحه انا كنقول كل شيء ها في البرنامج راه جاي من الخدمه مسكين راه كان خدام هذه الليله هذه جاي ديريكت هو العامل شوف ميرسي ميرسي راه واش سديتي عينيك ولا ما سديتيش ما نعش هو كاع جا باش يدير لا برومو ديال الاغنيه ديالو وصفقوا عليه راه برافو برافو انا كيعجبني الحال حيت كتجيو عندي البرنامج شكرا لكم بزاف كاين هي ما سالاش المغنيين ما سالوا ما كيفيقوش الصباح هادشي اللي كاين كتجيو مع 9 الصباح كتجيو شكرا لكم اخويا شكرا اخويا نزار شكرا لكم نتوما مرحبا اخويا مرحبا هو شوف انا ما كيعجبنيش اللي كيخلي نضاضر في الاستوديو نقول لك من هنايا هو الاول لا لا وكيخليهم حيت انت ما نعاش دابا خليهم انا عينيك مشقين مهلوكين اش نضربوا غير ضربه ضريبه هبطوا نشوف نضرب ضريبه واكل العصا اخلي نضاضر شكرا نزيد ديك النضاضر ديالي حتى هما لبسهم حتى هما زيد واحد اخرين ونزار انت عندك 35 عام ما بيناش في كان 35 عام ما بيناش في كان ياك ما بيناش في 35 عام 35 عام الفاس انت اصلا من فاس الو نزار هو انت خو واحد السيد اللي كيخدم موسيقى المغرب بزاف اللي هو الشرابي يخدم مع حاتي عمر دير واحد الاغنيه ديال الشرابي ولا الشرابي انت خوه ياك انت خوه كده لاباس عليه لاباس عليه بارك الله فيك وانت لقيتي في فاس درتي الكونسيرفاتوار في فاس ياك 15 عام اللي كتغني مع صحابك شكون صحابك هادو وصحابي اللي قراو معايا وكانوا كيشجعوني وصافي هذا هو اللي كاين كنت كنحشم شويه ما كنتش كنقدر نغني قدام الناس كاملين افلوك شي خاصني بيان سور كنت في الاول ما تايقش من بعد شجعوني ولقيت بان بصح هذيك هي الطريق ديالي واخا مزيان شكون هما الصحاب باقي معمل اتصال باقي اتصل معاهم باقي تهضر معاهم ضروري واخا سلام لهم هذا الصباح ما بغيتش نقول سمياتهم لا قول عبد الحي السقاط وهلال نور الدين هادو سميات ديال فاس هادو سي عبد الحي السقاط كنسلم عليه بزاف من هاد المنبر كنسلم عليه بزاف كنقول ليه الله يرحم باك لا ما شوف راه شحال هادي من عندنا التوتي باش نقول لك باش مش نقول لك ان شاء الله هاد الويكاد هذا خاصنا نطلعوا نديروا شي طرح ديال التوتي الحبيب على قلبي الحبيب على قلبي خاصنا نطلعوا نديروا شي طرح ديال التوتي وحشنا داك الشيء ديال الصباطه ديال الذهب ديال فاير عليه كتلعب التوتي ما كنعرفش شويه صعيب ديك اللعبه 18 عام اول مره غنيتي بروفيسيونيل فين غنيتي؟ غنيت في العرس ديال خاين هذاك صاحبي السقاط كان عندهم العرس وجا عند مشى هو عند الفرقه الموسيقيه قال لهم عندنا واحد الولد موهوب بغيناه يغني صافي جا عندي قال لي راه بغاوك تغني قلت له انا ما نقدرش قال لي لا والو تغني تخلع انت هزيت الميكرو ملي غنيت عرفت بانني غنكون مغني وما نكونش شي حاجه من غير مغني كنت مخلوع بيان سور كنت مخلوع في الاول القضيه الشيء دابا العرسيه فوالا طاني طاني كان فاس بريع بعد العرس كانت فور سيف العرس العرسية فين كانت فور سيف وانا في فور سيف انا خاطر فور سيف بيان سور سلام على فور سيف سلام العقبات طالع هابط طن طن ما شاء الله طالع لعب 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 ما كانت كلام واخا من بعد وقريتي محمد خوك عاونك بزاف وي حيت هو كيصوب موسيقى سلم لي هذا الصباح من بعد صوتي لي زالبوم بقيتي غادي دقه دقه مشيتي طنجة بديتي كتغني الحاجه الوحيده خصكم تعرفوا المغنيين فاش كيبداو ما كاينش بزاف ديال الطرقان باش يوصلوا حيت ما صعيباش حيت ما استاهلاش صعيبه ما استاهلاش ما كاينش بزاف الطرقان كاين يا ما بون كان ستوديو دوزام حبس ما بقاش كاينين برامج انستغرام دابا كاينين باش الناس يتعرفوا ولكن الا بغيتي تبدا جي تبدا هذه هي صعيبه بزاف دونك الحل الوحيد عندك هو تخدم على راسك باش تلقى باش دير اغنيه واش دير حاجات دير كليب ودير بزاف د الحاجات انت كان لك شي خدمه اخرى من غير الغناء تخدمهم غير الغناء 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 الموسيقى التوزيع الموسيقي الالحان الكلمات وي كتبتي انت لما كتبتي حاتم عمور
كتبت ولحنت لحاتم عمور غضب غضب غيسير. اها شنو اخر؟ عبد الرحيم الصويري، خوله بن عمران، بزاف بزاف درت ديال مزيان مزيان. درت الخاطر وبقيت بلا خاطر. مزيان مزيان، خاصكم تعرفوا حتى في كاين اللي كاين اللي علاش بقيت بلا خاطر؟ ايوا شديتو شديتو شديتك بحال شي بوليسي بحال حاشا. هما صحابي وخوتي وحصل لي الشرف نخدم معاهم، غير لقيت راسي عطيتهم الوقت بزاف اكثر من اللي عطيته لراسي، ودابا راه كنشوف في الجهه ديالي. ما كاين مشكل، عزيزين وغاليين. عرفتي شو خصكم نعرفوا في الميريكان فوركم كاينين شي كاينين كاينين شي مغنيين اللي عرفتهم دابا اللي قبل كانوا كيكتبوا الكلمات طبيعة الحال. دابا واش كيكون كيكتب الكلمات هو كيتفقص حيت كيقول كلمات واعرين كيصدقوا، بحال دابا كيكتب كلمات شي واحد اغنيه كتصدق كتحيح كيقول انا عمري ما ندمت على هادي. لا ما تندمش، ما كاينش ما كاينش مشكل. شكون هو اكبر واحد؟ شكون هو اوعر واحد كان كيكتب الكلمات لكل شيء جميع، ودابا عاد ولا هو مغني عرفتي شكون هو؟ واش كتعرفوا انت؟ هو نيو، عرفتوا نيو المغني هذا؟ نيو يبقى كان كيكتب الكلمات الاخرين، واحد لقيته هو قال بلاتي بلاتي كنكتب لهم كلمات واعرين وقال نكتبهم من راسي وغادي نخدم على راسي ثانيا اي سا مارش بولي. نيو نيو هو اللي كيغني، شكون تعرفوا تعرفوا شو هو اللي كيغني مثلا هذا راه كيكتب الكلمات. كتعرفوا هذا؟ انت ما عندكش الثقافه الامريكيه الموسيقيه؟ لا عندي الثقافه المغربيه الموسيقى الحداثيه. انا كلشي بخير، كلشي مزيان، كلشي مزيان، كل واحد والستيل ديالو. واخا غادي نواصل نديرو فيرسون لايف. ما سالاش بسالاش الصباح بس كيما زعما نعاش فيرسون لايف الصباح. وكما صافي خدمه الليل بخير؟ الحمد لله بخير، ما خصنا حتى خير والله الحمد لله. دابا خصكم تعرفوا هو دابا دابا نزار ايديل وحنايا العكس. اييه قلوبي دابا هو كيعيش. دابا انت شنو البروغرام ديالك انت؟ ايوا انا واخا ما نكونش عندي خدمه بالليل ما يجينيش، ما يجيكش نعس. دابا انت ولفتي كنمشي للاستوديو نخدم وصافي ما عندي ندير. انت شنو البروغرام ديالك انت؟ علاش كتفيق؟ كنفيق مع 12 الوحده. واخا العشيه اش كدير؟ كنمشي للاستوديو وكندير بزاف د الحاجات. بون نبدا القهوه الصباح ماشي ديما لا انا ماشي ديال ما كنمشيش للقهوه بزاف. واخا كتكمي؟ لا ما كتكميش. واخا من بعد كتمشي كتخدم بالليل؟ الا كانت عندي شي حاجه كنت عادي كنخدم كل نهار في الليل، ولكن دابا الحمد لله وليت كنخدم سهرات وداك الشيء مره مره. فوالا باسكو خدمت لي صعيبه. وسلام كاع الناس كيخدموا بالليل حيت كاين الناس كاين الناس كيسمعونا دابا. خدمت مده طويله في الليل ولكن دابا الحمد لله. هذاك الدومين ديال الليل واحد الدومين واحد اخر، واحد الحياه واحده اخرى، واحد النوع الانسان واحد اخر كتلاقى معاه، واحد الهضره واحد 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 المكالمات واحد الهضرات كيدوروا بالليل ما كاين حتى شي علاقه بالنهار. تلاقيت واحد الناس خدامين مؤخرا خدامين بالليل بالدومين ديال الليل صعيبه كيعاودوا لك كيما حنا هما كيمشيو حنا كنفيقوا نفطروا جيو خدموا هما كيفطروا باش يمشيو ينعسوا والحياه مشقلبه. سلام لهم والله يحسن العوان. غنديروا فيرسون لايف هذا الصباح ديال شافوني مسلم ما كانتش كلام قالوا المعلم طاح على راسو صبر وانتيا كتعيقي عليا ليال بنية هادشي بات قياسو عاش بك الحال نجري. بون الوغ سمعتينا كنتي كتسمعنا قبل ما تجي من تحت شويه سمعتي بوكي الوغ كنقدم لك لامياء كنقدم لك حسين عثمان ريم وكليكيب كامله. بوكي الوغ انا اول مره كي غيسمع لامياء تسمع اول مره اليوم؟ انا اول مره نسمعها اليوم. واخا دونك كي اللي عجبته كي ما عجبتوش، واش بغيتي تعرف علاش كي اللي عجبته كي ما عجبتوش؟ من حق اي واحد، ما يمكنش الاغنيه تعجب الناس كاملين وما يمكنش ما تعجبش الناس كاملين. دابا واش بغيتي حنا نديرو الصعب باش هما يهضروا معاك يقولوا اللي بغاو مرحبا بهم. هو كيحضر راسكم بعد ما انا عايش تقدر يتعصب علينا حاشا تقدر ينوض واحد يقول اخويا شي شي حاشا حاشا عليا حاشا حاشا مرحبا بك اخويا احمد. ولا مي قول لي علاش عجبتك واش سمعتها كامله انت؟ انا سمعتها غير دابا. لا بلاتي بلاتي نديرو فيرسون لايف بعدا يخليها لك مزيان فهمتي سمعها مزيان ديك الساعه نهضرو عليها الصباح. كاين الناس بغاو يهضرو معاك هذا الصباح مع نزار 0 35 300 300. نديرو فيرسون لايف خير بشوي علينا ترونكيل فهمتي. انت مزيان خاصك شي قهوه خاصك شي خاصك شي حاجه. ما خصني والو انا فرحان معاك. الله يحفظك اخويا مرحبا. صدقنا على نزار يدير هذا الصباح القادم. انت نزار يدير ماشي سميتك حقيقيا انت؟ عادل الشرابي. عادل الشرابي علاش عزلتي نزار ايديل؟ ما عزلتش نزار ايديل، جات بالصدفه وصافي. كنت درت كونترا مع واحد المنتج في فاس وقال لي غنبدل لك عادل الشرابي ماشي اسم فني ندير لك نزار ايديل. ديك الساعات كان يدير لي تا ما عرف كنت باغي غير نغني زعطوط
اللي بغيتي. صور كانت سميتك زعطوط. اللهم ما نبدا زعطوط ماشي راجل. فوالا هذا الصباح زعطوط دابا شويه. شافوني مسلم ما كانت تكلم. كاين شي حوايج بس سميت ما كنتش معول عليها انت نزار ايدين. بزاف ديال الحاجات ما كنكونوش معولين عليهم وكذي. وكي جات معاك زوينه نزار ايدين. صح. ياك جات معايا ياك جات معايا الله يكبر فيك اخويا مومو. انا نزار واحد جا شويه نزار قباني فهمتي مع شويه ديال ليزار يخفف. Allez.